السلام عليكم خوتي، صباحكم مبروك، نهاركم زوين ان شاء الله الرحمن الرحيم. اول شيء غادي نرحبوا مره اخرى كالعاده بالاخوان والاصدقاء اللي انضموا جداد للقناه اللي تابونوا معنا. مرحبا بكم اخوتي، شكرا بزاف شكرا بزاف. وكنعتذر لكم على الامس، بغيت نتواصل معكم لايف لكن كان شويه الانترنت شويه ضعيف، ما تمكنتش اخوتي باش نتواصل معكم. وحبيت نشكر الاخوان اللي اتصلوا بيا واتساب، وشكرا بزاف كل من اتصل بيا وسول عليا، وشكرا بزاف خوتي مره اخرى. شاوني شي تعليقات البارح، بقيت كنقرا فيهم زوينين بزاف اخوتي، شكرا بزاف على التعليق ديالكم الرائعه والجميله. وان شاء الله الرحمن الرحيم قررت ندير واحد الفقره ان شاء الله، كل واحد فيكم يصور لي فيديو ديالو هو يتكلم فيه، المهم الرساله تكون فيها ما بين دقيقه مثلا او دقيقه ونص، فيديو قصير يكون فيه دقيقه ولا دقيقه ونص، ويصيفطوا لي واتساب ان شاء الله ونديروه في القناه. اي واحد بغى يوجه شي رساله، المهم شي كلمه زوينه، يقول شي راي بهذه الفقره هذه ان شاء الله قررت نديرها ان شاء الله ابتداء من اليوم. بغيتكم نتوما تشاركوني في هذه القناه هذه، بغيتكم نتوما تبانوا معايا في هذه القناه هذه، كل واحد منكم يصور يدير شي يكتب شي، المهم شي ملاحظه او لا شي رساله او لا شي حاجه بغينا نديروها في القناه، يصورها مثلا، يصور فيديو صغير يكون المده ديالو ما تفوتش على ما تعداش دقيقه، ويقول شي رساله فيها شي كلمه زوينه، المهم شي او لا بغى يوجه شي نصيحه او لا شي حاجه. وان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نبقاو كل اسبوع نديروا بحال هاد الفيديوهات هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم. انا غادي نجمع الرسائل ديالكم طيله ايام الاسبوع ان شاء الله الرحمن الرحيم، وغادي مونطيوها ان شاء الله، وغادي نديروها في القناه ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا كان هذه هي الملاحظه ديالي لكم في هذا الصباح هذا، السلام عليكم. دابا ان شاء الله انا غادي للخدمه ان شاء الله، غندوز ناخذ الشاي كالعاده ونفطر ونلونسو لكم هذا الفيديو. يلا ما تنساوش خوتي الا عجبتكم هذه الفكره لايك، اخواني الا كنتي اول مره جديد كتشوف هذه القناه تابونا معنا، جي من الفيديو الرقم ديالي واتساب غادي تلقاوه ان شاء الله في اول تعليق تحت الفيديو في الوصف مثبت، ما تحرمونيش من التعليق ديالكم لان جيم تعليق بكم باش نزيدو القدام. السلام عليكم خوتي، تحياتي لكم، ديبي يحييكم، تبارك الله عليكم.